سا دولار باشه سا اوابه هم بو فقيره كه هم بو دولمانه كه بو هموش ته باشه. الان سعر الدولار ممتاز والفقراء سيعيشون والأسعار ستنخفض، ونقدم الشكر والتقدير لحكومة السوداني التي خففت من كاهل الفقراء والمحتاجين. راح قرار سوداني الله يحفظه، يعني انتعش السوق. يعني حتى البارحة لو شوف سوق السيارات في سليمانية كان قبل أسبوع أو أسبوعين ماكو شراء أي سيارة. البارحة من بس قرار، بس صدر القرار، كل البيع والشراء صار بالسوق والتعاملات المالية. لم الله تيمة حموشة تأثير دولار خير. خفض أسعار الدولار وتوزيع السلة الغذائية له تأثير إيجابي على السوق، وللدولار تأثير كبير بالسوق، وشهدنا حركة تجارية قوية بعد قرار رفع قيمة الدينار. بلعب عقد دولارك برز بوه خلق توالنا الرحب يعني.